الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، شكر الله تعالى للمتحدثين من قبلي، وأنا أبدأ من قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف آخر آية، قال المولى عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أول الكلمات في هذه الآية قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر. ولو تساءل الإنسان لما أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول إنما أنا بشر مثلكم، مع أنه كان من المشركين من يعترف ببشرية النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ هل بيأكل الطعام ده منه؟ ده البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني يمشي يقضي حوائجه في السوق، يشتري ويبيع ويعامل الناس. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. بيقول اشترطوا شروط، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعترف بأنه بشر، لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول له: قل، كلمهم، إنما أنا بشر مثلكم. الآية دي عندها تعلق، أولا الجزئية الأولى من الآية عندها تعلق بالآيات، أي المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا أخواننا ما من نبي من الأنبياء إلا وأتى بآية، آية يعني معجزة، وهذه المعجزة لتدل قومه بأنه نبي من أنبياء الله عز وجل. لذلك العلامات اللي بتدل على رسالة الرسل هي المعجزات. فكده العلماء قالوا الفرق بين المعجزة والكرامة بتاعت الولي والخارقة بتاعت المشعوذ الدجال، ما هي كلها خوارق عادات، المعجزة والكرامة بتاعت المشعوذين كلها خوارق عادات، لكن الفرق بين شنو الفرق؟ الفرق أن معجزة النبي لا يأتي بها مشعوذ ولا دجال ولا صالح ولا جن ولا إنس. طيب تعلق الكلام ده بقوله إنما أنا بشر شنو؟ لأنه لما جاءهم بما يعجز، لما جاءهم بالمعجزات اللي ما بيقدروا عليه، قالوا ده ما بشر، ده ما بشر، قالوا ده يطعنوا، لأنه لو كان هو ملك، انتبهوا يا أخواننا ودي مسألة مهمة، لو كان هو ملك من الملائكة بيبقى المعجزات ما عندها معنى، صح؟ لأنه لما يجيب لهم معجزة من المعجزات القرآن مثلا، أو معجزة عصا موسى، أو معجزة ناقة صالح، دي معجزات، لو كان هما بشر بتبقى دي ما عندها قيمة كمعجزة، لأنه يقول لك ما ملك، يعني أصل الملائكة بيسووا كده، يعني في شنو؟ لكن شوف المعجزة وين؟ كونه يكون بشر ويأتي بما لم يأتي به البشر، فحينئذ يدل على إنه هذا البشر أيد بقوة لم يقدر عليها البشر، إذن هو نبي. شكد ربنا قال له: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا بشر وجيتكم بما أعجزكم
ده مما يدل على انه انا نبي. فهمتوا النقطه يا اخواننا؟ لذلك العلماء ردوا على الناس اللي قالوا هم بيعتبروا انهم دار ينزهوا النبي صلى الله عليه وسلم، شغل الصوفيه. انا جايك لك كلامهم بعد شويه. دارين ينزهوا النبي صلى الله عليه وسلم بجهالتهم وبضلالتهم، ودارين يشرفوه بضلالهم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف بيكتب وبيعرف بيقرا، بيعرف يقرا ويكتب. وتخيلوا انه شنو؟ انه كده هم ادوا درجه عاليه كونه بيعرف يكتب ويقرا. وما فهموا هؤلاء الضلال والجهال، ما فهموا انه ده طعن في الرساله. انتبهتوا؟ كونك تقول لي بيعرف يكتب ويقرا، ده ما شكر له، ده ما مدح له، ده طعن في الرساله. ليه؟ لانه من معجزه القران ان ياتي او ينزل القران على رجل امي لا يكتب ولا يقرا، مما يدل على انه ده جاي من الله بس. لانه لو كان بيكتب وكان بيقرا اكان يقول لكم ما معروف يا اخوان، نزول من زمان بيكتب الاشياء دي وشاعر وبيكتب، ما بيعرف يكتب ولا بيقرا. عشان كذا ربنا قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن ها لو حصل كذا كان في شنو؟ إذن لارتاب المبطلون. يعني انت لو بتعرف تكتب وبتعرف تقرا اكان اللي بيحصل شنو؟ كان بيشكوا في الدين اجيد بيه، يقول لك ما اصله هو ما بيعرف من زمان شاعر وكان بيكتب الاشعار. عشان كده لما جاء يطعنوا قالوا انما يعلمه بشر، قالوا علموا له زول كان بيمشي له ياتيه بكره وعشيه يعلمه. ربنا سبحانه وتعالى قال رد عليهم قال: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي. الزول اللي قالوا ده ها زول اعجمي ما بعرف اللغه العربيه، وهذا لسان عربي مبين. الصوفيه قاموا قالوا النبي نور، نور ولع كده نور كويس. هم دار يصلوا لشنو؟ نظام مدحي له ودار يزكوا النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا النور ده احنا شيل بنعرفه ده للملائكه، لانه حديث عائشه قالت رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاه والسلام: خلقت الملائكه من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم ولا من الملائكة؟ أها قال: إنما أنا بشر مثلكم، بشر في البشرية أنا زيكم. عشان كده أخواننا كونهم يجوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم من نور، لازم الكلام ده طعن في رسالته ذاته بالمناسبة. الكلام ده يلزم منه الطعن في الرسالة المحمدية. ليه؟ لأنه من نور معناها ملك، ملك معناه ما يستغرب منه يفعل هذه الأشياء، ما مستغرب منه كونه ينشق القمر كآية له تدل على نبوته، ما مستغرب، ما ملك. ها كون النبي صلى الله عليه وسلم يسربه من مكة إلى بيت المقدس ويصعد إلى السماء هو إذا ملك، ده غريب عليه؟ ما أصلا الملائكة من الأرض بتمشي وتطلع السماء وتنزل، ده ما غريب على الملائكة. إذا لو كان ملك، لو كان ملك ده يطعن في رسالته، إنه ما جانا بمعجزة، ما جانا بشيء يدل على إنه هو نبي. لكن مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله عز وجل كونه يأتي بهذه الآيات المعجزات وهو بشر. من آيات انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، شقين عادي كده، ده براو ده براو. قال بعثت أنا والساعة كهاتين أصبعين، الفرق بيناتهم دي. إخوان الحديث ده والله بخوف، والله النصيحة. تخيل معي زمان 14 قرن يقول لك بعثت أنا والساعة كهاتين، دي الفرقة. شايف الفرقة بين الأصبعين دين؟ دي الفرقة بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة. الشيء ده قرب يا اخوان، ونحن ولا جايبين خبر. وربنا قال اقترب للناس حسابهم، والنتيجه شنو؟ وهم في غفله معرضون. والله كثير من البشر اللي بيعادوا الدين الليله دي، لو الواحد منهم تيقن في قلبه انه الساعه دي قربت والحساب قرب
والوقفة قدام الله قربت والله يخلي اللي بيسوي فيه ده كله كله يخليه. لكن لما بعد فهم الناس لقيام الساعة ضل من ضل وعتى من عتى. استبعدوه بعيدة يقول لك لسه يا أخي ده موضوع يقول لك برنامج بعدين نموت وكده. والموت نزات الواحد بعد ما يبقى عمك كبير ها ويجيب لي بريق ومصلاي ويصلح أعماله بعد ذاك يموت. تخيلنا كده. على أي حال ربنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم. لكن انتبهوا يا أخواننا النظرة البشرية المحضة المحضة للأنبياء فيها نوع انتقاص. عشان ما انت كمان من الآية دي تفهم انه بشر مثلكم هاي زينا زينا دي من حيث البشرية بشرية يعني يعني إنسان خلق من جنسي أو سلالة بني آدم يأكل يشرب يمرض يموت إلى آخره. دي المثلية هنا. لكن ما المثلية في كل شيء؟ عشان كده لما قالوا إن أنتم أدل أعداء الرسل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. بشر لكن الله من عليهم ربنا ميزهم على البشر. كويس. الصوفية جابوا حديث حديثاته ملفق وانت ذاتك لما الحديث ده تنظر له خلي من ناحية إسناد. لو انت بس نظرت له من ناحية عقل بس كده ساي ومن ناحية معرفتك للسيرة بتلقى انه الحديث ده باطل. قالوا الصحابة دار يختبروا انه النبي صلى الله عليه وسلم نور ولا هو بشر عديل كده يعني جسم زينا. قالوا جابوا خيط خطوا للرسول صلى الله عليه وسلم كده قدامه. يا ناس في صحابة بس بيعمل عملية زي دي؟ اسألكم بالله يعني ممكن صحابة يجي يخط له خيط قدام النبي؟ يا ناس يا اخي الصحابة كانوا كثير منهم يستحي حتى في السؤال الكلام يستحوا. الواحد ما يقدر يقول كل شيء عنده للنبي عليه الصلاة والسلام من حياء وأدب معه. أي واحد يربط له حبل قدامه يا ناس ده مقسم من الأدب. وواحد صبي يقول لك والله نحن بنحب النبي وبنحترمه كذاب مستهبل. فالحديث ده مما يدل على كذب ولخبطة الصوفية. قال ربطوا له خيط قدامه قالوا كان قطعوا معناها بشر عديل زينا كده ولو ما قطعوا معناها نور. قالوا جا ماشي فيه وما قطعوا كذب ساي لفوا دوران. يا أخي راجع البخاري حديث أنس رضي الله عنه صحيح البخاري يوم غزوة أحد قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الشج العلماء قالوا ضرب في الرأس دقة الرأس لو ضربوك في الرأس بسموها شجة في الرأس فوق. قالوا وكسرت رباعيته الرباعية السنة الرابعة من تحت السنون التحت دي أحسب الأربعة دين نمر أربعة دي السنة الرابعة في نور بتنكسر سنه نور كذا سيطة في النور ده مش اللمبة دي كمان مش اللمبة النور ذاته الضوء كذا أكسر لي سنه كيف يعني. قالوا وجرح فمه الشفة التحت دي جرح واحد اسمه ابن قمئة أو قيل أخو مصعب بن عمير أخوه كويس أو غيره ابن قمئة مجموعة من شفاعته بتاع المشركين جرحوا في وشه والدم ماشي في وشه ويجوا الصحابة يعالجوا فيه. فاطمة رضي الله عنها تجد عالج فيه. يا ناس في نور الصب جرحوا ويتعالج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني من بني آدم من بني آدم في النهاية بشر يا أخواننا. قال أنسى كما تنسون فهو بشر من ناحية البشرية ما نور زي ما الجماعة ذلك بيقولوا نور بولع والآل فيه ما غلط. قال وسراجا منيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراج منير ما معنى نور بولع بيه سراج منيرا أي بالهدى بالهدى كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال فآمنوا بالله ورسوله. خلي بالك الآية فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هالنور ياتو ودائما العطف يدل على المغايرة. آمنوا بالله ده الإيمان بالله عرفناه ورسوله ده الإيمان بالرسول عرفناه والنور النور ذاته الوحي اللي نزل عليه والنور
الذي أنزلنا القرآن كويس. فالعلماء قالوا الواو واو العطف تدل على المغايرة، أي الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، النور الذي أنزلنا القرآن كويس. عشان كده النور الهدى البينات الحق الهداية الرحمة، ده النور اللي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الجماعة ده جاء عمل نور عديل بولع قالوا، فهمت يا أخي؟ طيب حديث عائشة رضي الله عنها، يوم من الأيام تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الغرفة، قالت فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من دون ما تشعر به في الغرفة معاه، قالت فجعلت أتحسس موضع النبي صلى الله عليه وسلم. الغرفة تجايلة زي غرفنا لسه دي، غرفة ستة سراير وما تعرف مرصوصات و12 دولاب، لا لا يا أخي كويس، الغرفة ضيقة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لما يسجد في الغرفة ذاته فيها السيدة عائشة تجذب رجوله عليها، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة، فطلع منها بقيت بتتحسس هو موجود ولا موجود، بتفتش. يا اخواننا في نور بيفتشوا؟ لو بيولع كده بيولع بيفتشوا؟ فتش، لقيته ما في، طلع النبي عليه الصلاة والسلام، بقت ماشية وراه. فهي مما جبلت عليه من الغيرة أخذت في نفسها، قالت في يومي أنا امشي لبعض نساو، بقت ماشية ورا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حتى أتى البقيع. أول ما أتى البقيع وبقى بيدعو لأهل البقيع من الموتى في المقابر، السيدة عائشة بعد ذاك بقت بتسأل في النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص موضوع الغيرة راح، ما هي عرفت إنه الموضوع بس ماشي المقابر، ده يدعو للناس، انتهى الموضوع بتاع الفتش في البيت، ماشي هناك بقت بتسأل فيه ماذا أقول إن أنا زرت المقابر أو إن أنا أتيت المقابر، إلى آخر الحديث انتهت تفاصيله. ابقى يا أخوانا عندنا نور النبي صلى الله عليه وسلم، نور باعتبار الهدى البينات العلم، ده نور. لا انت تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم محمد نور بيولع زي الشغل بتاع الدجال، وعد الدجال هناك اسمه الركيني ومنو ما عارف مجموعه من الدجالين، وقبل فتره كمان جايبين لهم وهمه ثانيه، خليك من دي، قالوا جابوا شعر من شعر الرسول عليه الصلاه والسلام. اها يلا انتبه معي لدي كمان، دي برضو جريمه ثانيه. اولا يا اخواننا لم يبقى شيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ما الآن ما لا شعر من شعره لا من أظافره ولا شيء آخر، كلها ارتعت كما قال العلماء، دين الناس اللي بيعرفوا السيرة والآثار. اثنين، قول وجدت شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال، يجوز يتبرك بشعر أو عرق، يجوز يتبرك به. كانت أم حرام أو أم سليم بنت ملحان أخت أم حرام، خالت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، كان بيجيب قليل عندها، فيوم من الأيام وجدت تسلك من العرق، يشم العرق بتاعه، استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما هذا يا أم سليم، أنت بتعمل في شنو؟ قالت له هذا عرقك يا رسول الله نطيب به طيبنا، يعني بنشيله شنو؟ نعطر به العطر، الريحة بيعطروها بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. دي يا أخواننا بركة حسية ومعنوية، ما في أي مشكلة، لقيت عرق من عرق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت بتلقاه هسه؟ يعني تلقاه وين؟ ما لو لقيته ده حق الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت بالاسناد، مش انت قالوا بالساي بالاسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان انه في شعره قاعده في المحل الفلاني او عرق او طاقيه او 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 الى اخره، بالاسناد ما ساي. لو ثبت بجوز تتبرك بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما منسحب على غيره. هم طبعا الصوفيه دايرين انك انت تثبت معاهم دي انه شعرة الرسول وتبركنا بيها وعرق الرسول وتبركنا بيه، هو داير يوصلك وين؟ داير يوصلك لشيخه، عشان طيب عشان تقول الشيخ كذاب زغلين عليك الله، دايرين البركه. لا لا لا، الا النبي صلى الله عليه وسلم بزاغ بركه. صحابه كان قالوا ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه الا وافتدرها الصحابه، ولا بعافوه ولا اي حاجه يشيلوا، قال يدلك بها احدنا وجهه عديل كده بركه كويس. حتى اللي ما لقى من 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 بصاغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ياخذ من بلل يد صاحبه، قول عليك الله اديني من يدك بركه، ما في مشكله اسد الدرس سواء مع شيوخهم، يعني احنا الى الصوفيه بس زغلنا ولا كيف؟ ده بسوي لك تيبي
والله الصوف يدخل في قبل وقت في امتى بفع اسم ابو زاغ بتاع شيخ ولا غيره ده دار يصلوا له مروج الله قبل فتره وجايبيننا قال بمؤتمر عديل والهنا جايبيننا من الخليج ومره متبرجه كده ما تعرف جايه شايله الشعره وشايلنا في صندوق والصوفيه واقفين صفوف والشيخ واقف بغادي هناك وراجينهم كلهم جايين جارين يا ناس في شنو شعره ده كله من الشعوذه ومن الدجل وده من اسباب الضلال في البلد دي ناس بتضللوا باشياء زي دي انا عجبني واحد زميلنا هناك زول عادي ساي اول ما جاء واحد لقاهم قاعدين يوم ستة الشاي واحد شال له شعره طويله قال لهم دي شعره النبي وشعره النبي دي قال لهم انا جاتني من وين وجاتني من وين قال له طيب انت عرفتها كيف دي شعره الرسول ده بيسال فيه قال له انت واحد دجال عرفتها شعره الرسول كيف قال له ده انا عرفتها لانه لا نار بتاكلها لا اي حاجه بتاكلها قال له قلت كده ذاك خمشة منه جدع في الاناء بتاع ستة الشاي طوالي دقيقتين ثانيه بس لقاه ما في فهمت الشكل دورت ودهم القسم هناك العسكري بتاع القسم زادوا دول نجيب جدا قال له انت حركت الشعرة قال له اي حركتها بشنو ده زول جعلي فنجري كده حركتها قال له وي والذي شعرت الرسول وده يلعب بنبينا وهو يعطلك معه العسكري قال له امشي يا زول قال لك قلقك تاني صمته ما في اي حاجة يلا دجل شعوذة دي فهمت ده لعب الامة يعني ما تثبت عليه كيف انا ما ادري انت تثبت عليه كيف انت جبت شعرة احتمال انت شلتها من مرتك احتمال شعرتك انت ده احتمال شايلها من اي جهه ثانيه انا عارفه كيف دي حقه النبي كيف ما ممكن انت تجيب لي شعره الرسول انا لي ذي جاي اقلع عليه واحده من راسي وان كان صغير ما فيه شيء اقلع عليه واحده واجي اقول لك دي برضه حقه النبي بقول لا اله الا ديك ما حقته ودي حقته عرفتها كيف كيف بيعتوا معيار كيف عرفت ان دي حقه النبي صلى الله عليه وسلم لكن شعوذه ودجل واحد من زملائنا برضه قلت له قالوا في شعره الرسول جاي في ابو ادم معقول يا قال لي هذا كل يوم بيلعبوا بين الليله شعرت الرسول وبكره قال لي حقة ابو لهب وكل يوم برنامج جديد ده شنو؟ لعب لعب بالشريعه الاسلاميه لعب بالدين على اي حال يا اخواننا هذه الجزئيه من الايه وان كان احنا ما كملناه قل انما انا بشر مثلكم تقطع على الناس اللي دارين يغلو في النبي عليه الصلاه والسلام ويرفعوه فوق مكانته ان كان مكانته من ناحيه العبوديه وان كان مكانته من ناحية البشرية نبدأ يرفعوه فوق مكانته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني ما تزيدوا في الحد اللي ربنا أوجب عليكم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله شوف بالله التواضع ده كيف أنا عبد قال مع إنه هذه العبارة اللي بيعتبروها الآن انتقاص له هي عبارة من أشرف العبارات عبد العلماء قالوا لأن ربنا وصفوا بها في أشرف المقامات سبحان الذي أسرى بعبده ده مقام شريف جدا ربنا ما رفع له نبي من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام رفعوا فوق سبحان الذي أسرى قال بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن يا أخواننا يبقى عندنا في فهم الآية دي بشر مثلكم يماثلنا من حيث البشرية المحضة أما من حيث الفضل والمكانة هو ما يماثل أحد هو أعظم من كل أحد ممن خلق الله تبارك وتعالى ربنا ميزه كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم جابوا له زراع من شات زراع فنهس منها نهسة يعني بسنونه أكل منها كان بحبه أكل منها بأسنانه لما نهس منها نهسة قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيد ولد آدم ربنا فضل وشرفه على الأنبياء بالمقام المحمود وبغيره من الصفات قال أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من الأنبياء قبلي ربنا سبحانه وتعالى جعل له الشفاعة العظمى الكبرى يوم القيامة لكن ده كله يا أخواننا ما معنى أن احنا نعبد مع الله ودي اخر نقطة وجملة نختم بها. ما معنى نعبده؟ صوفية الليلة باسم محبة النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يقوم يا النبي تلحقنا يا النبي ويا النبي نوح ويا النبي محمد ويا سيدنا ده كله من الشرك. مع اننا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن نعبده من الشرك.
النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. تقول ما شاء الله وحده، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له مشيئة مع الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نقف عند هذا الحد، نلتقي إن شاء الله في الجمعة القادمة، صلى الله على نبينا محمد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.